التسبيح كمان في الكنيسة هو ليه قوة لتحويل الميول الرديئة الإنسانية لميول خاضعة لله، وده فكر تنوع الألحان. يعني إحنا في أسبوع الآلام بيبقى لينا ألحان لها طابع الخشوع ومش الحزن، لكن الانكسار أمام الله وتذكر الحدث في يوم أحد الزعف أحد الشعانين. بيبقى عندنا شكل تاني من الألحان له أكثر بهجة، أيام وألحان الأعياد بيبقى في ألحان مختلفة، الأصوام لها ألحان مختلفة، الأيام العادية لها ألحان مختلفة. فالتسبيح في الوقت ده هو يعني جمع الناس في روح واحدة. يكفي أنه كمان الكنيسة بتحتفل يوم عيد العنصرة من خلال صلاة السجدة بعيد ميلاد الكنيسة كلها. العنصرة للمشاهدين هو يوم الخمسين، انسكاب الروح القدس. ففي الوقت ده بيحصل أنه بيشترك التسبيح أو الألحان الكنسية مع حاسة النظر، أنه بنشوف بخور. البخور ده بيرمز لصلوات القديسين، وبيحصل ذكر في اليوم ده لأرواح المنتقلين. وكأننا بنقول أنه الكنيسة الله يراها جسد واحد غير منقسم منذ آدم لغاية آخر الدهور، وهو حاضر في عيد ميلاد الكنيسة. كأنه لو حضرتك عندك مؤسسة مر عليها 100 سنة ولسه الناس بحسب فكر الله إله أحياء، الناس دول ما ماتوش، فبنستدعيهم في اليوم ده إن هم يحتفلوا معانا بهذا الكيان، وبنشكر ربنا من أجلهم إن هم سلمونا الإيمان، وبنسلم ولادنا من بعدنا. كل ده بيتم من خلال فكرة التسبيح في الكنيسة. يعني الكلام متسع جدا.